بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. موضوع حلقة اليوم أو ما سأفعله اليوم هو سأعطي حوض حمام السباحة لطيور الزبرة، لأني صار لي زمان لم أعطيهم حوض سباحة، وذلك في فصل كان فصل الشتاء. والحمد لله الآن بدأت الحرارة ترتفع وبدأ دخول الصيف، وهذا ما وجب علينا أن نفعله لطيورنا، ليس فقط طيور الزبرة بل طيور البارجي، الكناري، أي طائر عندك لابد أن يستحم في فصل الصيف لثلاث مرات أو مرتين على الأقل في الأسبوع، وهي ملء حوض السباحة أو حوض قليل صغير مثل هذا الحوض الذي بين يدي، وإعطاهم الماء وتركهم إلى أن يستحموا. بالنسبة للطيور التي لا تستحم، فممكن أن تأخذ بعض الوقت أو معظم الوقت حتى تستحم وتتأقلم مع الحالة أو الطريقة التي ستتبعها في إعطاء السباحة، وهي ملء حوضين حمام سباحة يكون صغير وتركهم لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات. المهم حاول أن تعطيهم بعض الوقت، لو استحموا بسرعة كان أفضل، ستزيل الحوض كي لا يشربوا منه. فكما ترون يا غالين، أنا طيوري لم أعطيهم السباحة لمدة طويلة، يعني مثل شيء غريب هذا الحوض، لكن الحمد لله سوف تعتاد عليه، بما أن هناك بعض الطيور التي تستحم في الشتاء، خاصة هذا الذكر وهذه الأنثى تستحم. الآن سيستحمون ثم يحفزون الطيور الأخرى كي تستحم. أترككم مع هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمي بلايك ونشر هذا الفيديو على مواقع التواصل كتويتر أو فيسبوك والضغط على زر لايك. وإن كنت يا غالي هذه أول مشاهدة لك من فيديوهات فيديو قناة محترف الطيور، فلا تنسى أن تنضم إلى عائلتنا غالية بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد. والمهم لا تنسى أن تضغط لايك يا غالي. إذا أترككم مع هذا الفيديو، سوف أقطع الوقت الذي يعني في هذا الفيديو لقد صورته سابقا وأنا أقوم بالتعليق عليه حاليا. سأقطع الوقت الذي لم يستحم به لكي أسرع الفيديو قليلا. كان معكم أبو مكرم من قناة محترف الطيور، في رعاية الله. Thank you.
Oh.